الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد. يعني طبعا النهارده معانا الدكتور حسام البخاري المتحدث الان باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد، وزي ما قال اخونا الباشمهندس احمد الكوماندوز يعني الموضوع دايما في وش المدفع. دكتور حسام، انت نزلت النهارده الجمعه دي ليه؟ عشان حضرتك موجود طبعا. السبب الثاني. لا، وانا شايف صراحه انه الثوره بدات تفرغ من مضمونها، وبيعاد انتاج النظام القديم بافراز اخر وبهيئات واشكال اخرى، وانه في خطه يعني بيتم الان تثبيتها لادخال البلد في حاله اقرب للحاله العراقيه، وهي حاله الفوضى والتطاحن العرقي والمذهبي والفكري وهكذا، وانه بدا تكريس هذه الحاله بعسكره المجتمع، ومن ضمن عسكره المجتمع هو اعاده تطبيق وتنفيذ قانون الطوارئ، وبالتالي فاحنا ضد هذا القانون وضد استخدامه وضد تكريسه. والذي يتكلم عن ان هناك حاله فراغ الامني هو نفسه المسؤول عن حاله هذا الفراغ الامني، وهو نفسه المسؤول على عدم تطهير الداخليه، وهو نفسه المسؤول على تكاسل وتقاعس وتباطؤ وتواطؤ قيادات الداخلية اللي ما بنشوفهمش في الشوارع وفي الميادين، وحتى ما كناش شايفينهم وهم المسؤولون عن تأمين المبنى والسفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة. إذن هناك حالة لنزول الميدان مرة أخرى، حالة تثبيت القوى الموازية في ميدان التحرير اللي بتوازي قوة الممسكين بإدارة هذا البلد، اللي أصبح الآن الكل على قناعة أنه في سوء نية وسوء إدارة في إدارة هذه المرحلة، سوء نية وسوء إدارة في إدارة هذه المرحلة، وأنه هناك شعور عام أنه في بوادر ثورة جديدة، نظرا لأنه كل مطالب الثورة لم تتحقق، والذي تحقق منها بيتحقق تحت الضغط المليوني في كل جمعة أو هكذا. وبالتالي فلازم نكون موجودين، ولازم نكون داعمين، ولازم نكون في حالة من اليقظة أنه الثورة التي بدأت يجب أن تكتمل، ويجب من اكتمالها الوقوف على الأرض. حضرتك كنت امبارح في اجتماع في مقر حزب الوفد مع أكثر من 30 حزب وحركة سياسية، الحركات ديت والأحزاب ديت موقفهم ايه من جمعة النهاردة، وتقول ايه اللي ما جاش منهم؟ والله هو المفروض كان من جدول أعمال الجلسة انه يتم مناقشة قانون الطوارئ، ولكن كان كل المناقشة حول حاجتين. أول حاجة الكلام على المجلس العسكري وسوء الإدارة وضبابية الرؤية عنده وسوء النية والإدارة اللي بيكتنفوا الموقف كله، واللي أدخلنا الآن في مشهد شبه فوضوي وشبه عبثي. وكان كلام كثير جدا على ثورة أخرى، الكلام كثير جدا على مطالب بتنحية المجلس العسكري، كان هناك مطالب بإنشاء مجلس وفاق وطني يكون مباشر ومدير لمطالب ومشاريع الثورة وحريص على تنفيذها، كان في مطالب أيضا ب إنه يعني مقاطعة حتى الانتخابات القادمة، بناء إنه ما فيش أريحية وما فيش خطة واضحة. حتى الآن لم يصدر قانون الانتخابات، حتى هذه اللحظة لم يصدر قانون الانتخابات، لم تحدد الدوائر أصلا حتى هذه اللحظة. وبالتالي كان هناك أصوات وهي أصوات يعني لم تكن كثيرة في الجلسة، ولكن كانت أصوات موجودة. وبالتالي فاللي أنا خرجت به من الجلسة أنه شعرت ببوادر ثورة مصرية جديدة على الأبواب، وأن القوى الوطنية والقوى السياسية والأحزاب غير راضية على إدارة المرحلة الانتقالية. يعني نقدر نقول دكتور حسام من رؤيتك امبارح أن القوى الوطنية دلوقتي اللي كان فيه بعض الانقسامات في الأسابيع الأخيرة اجتمعت بالفعل ونبذت كل الخلافات، وبدأت في مرحلة جديدة ترجع بها المسار الصواب الصحيح اللي كان في الأول؟ لا، هو في بوادر وفي يعني بشائر لهذا التوافق وهذا الاجتماع، ممكن يحصل يعني ممكن يحصل، لكن هو لم يحدث بعد، لأنه كان في جماعة الإخوان المسلمين لم تحضر، أظن حزب النور كان خرج من التحالف الديمقراطي فلم يحضر أيضا، في يعني في بعض الخلافات. ولكن احنا عاوزين نقول انه الثورة لم تبدأ بكل الشعب المصري، ولم تبدأ حتى بكل الكتلة، ما يسمى بالكتلة الفاعلة الحرجة في الشعوب. يعني الشعوب أصلا لا تقوم بالثورة بكل أعدادها، وإنما هناك ما يعرف بالكتلة الفاعلة الحرجة اللي هم إيه اللي في مصر ممكن نعدهم بحوالي 10-16 مليون. العشر 16 مليون دول لو قام منهم 8 مليون بإجراءات حاسمة وحازمة لوقف سوء الإدارة في المرحلة الانتقالية،
واستكمال استحقاقات ومكتسبات الثورة، أعتقد أنه مطالب الثورة هتحقق. الكتلة الفاعلة دي هتحدث لما يكون في قطاعات كبيرة، القطاعات الفاعلة في المجتمع المصري تقدر تعيد مرة أخرى التلاحم الحادث ما بين الحاضنة الشعبية وما بين الطالعة الثورية. الحاضنة الشعبية ليه عموم الشعب المصري أنه يكون مقتنع، بس مش عاوزينه حتى ينزل بس يكون مقتنع، ده اللي حصل في الثورة. والطالعة الثورية هي الكتلة الفاعلة اللي هم يتراوح عددهم من 8 إلى 10 مليون. لو قدرنا أن احنا نعيد هذه الكتلة الفاعلة والتلاحم ما بين الحاضنة والطالعة الثورية هتحدث مطالب الثورة بشكل سريع. بداية التوافق ده مهم جدا، لا نعني التوافق أن كل واحد يتمنى أيديولوجيته وفكرة آخر، لا نعني التوافق أن احنا مشهد 18 يوم في الثورة يعاد مرة أخرى رغم الاختلافات والتباينات، أنه في توافق أن احنا كلنا مجتمعين أن الثورة لم تكتمل وأن الثورة بدأت ويلزم من اكتمالها مرة أخرى أنه يحدث التوافق الوطني حول مطالب الثورة استكمال. لا يجب أن نعود مرة أخرى أو نصبح أضحوكة الثورات كما حصل في رومانيا. بعد إسقاط وإعدام تشاوشيسكو وزوجته حدث نفس السيناريو تقريبا، أنشئ ما يعرف به جمعية الخلاص الوطني. جمعية الخلاص الوطني دي أنشئت من فلول نظام تشاوشيسكو وأعادوا إنتاج نظام تشاوشيسكو مرة أخرى. دلوقتي رومانيا لسه في دول العالم التالت معناها في أوروبا. ليه؟ لأن الثورة لم تنجح وأصبحت في علم الثورات في كتب التاريخ وحسب كلام المؤرخين أضحوكة الثورات، لأنه الناس بذلوا دمائهم وبذلوا أرواحهم ولم يحققوا الثورة بكامل استحقاقاتها. احنا عاوزين نعيد هذا المشهد، مشهد 18 يوم، لأنه بدون هذا المشهد وبدون هذا التوافق والتلاحم والاقتناع وإدخال أن الثورة لم تكتمل في حيز وعي جماهير، دي مهم جدا حتى تستكمل الثورة استحقاقات. دعوة جيدة جدا من الدكتور حسين في آخر هذا اللقاء، هذا الدعوة لجموع الشعب المصري بنبذ أي خلاف والتوجه الحقيقي اتجاه استكمال هذه الثورة ومسار هذه الثورة حتى تكتمل الثورة وتتحقق جميع مكتسباتها على أرض الواقع، حتى لا تصبح أضحوكة الثورات كما حدثت في بعض البلاد اللي منها رومانيا وغيرها، وحتى لا نتحول إلى أناس بيدسهم قطار الزمن وفي الآخر لا نتحصل على مكتسباتنا الفرض اللي احنا نتحصل عليها، ثم بعد ذلك تضحك علينا الأمم، ثم أيضا هذه الدماء التي أريقت تذهب سدى وهدرا. دعوة جيدة جدا بنوجهها أيضا في الجامعة السلفية لعموم الشعب المصري أن لابد من استكمال الثورة ولابد ألا يتفرغ الشارع أبدا، لازم الشارع يكون مليء دائما بالناس حتى يتم الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإلغاء قانون الطوارئ، لإلغاء المحاكمات العسكرية، لوضع جدول زمني محدد لاستلام السلطة إلى سلطة مدنية بعد بناء مؤسسات الدولة، المجلس التشريعي، عمل دستور متوافق عليه من قبل الشعب، ثم انتخاب رئيس جمهورية من الشعب المصري اللي أنا أزعم أنه يبقى إن شاء الله أول رئيس منتخب لمصر انتخاب حقيقي في العصر الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.